اعتادت فاطمة الزهراء التنقل بين عملها كمدربة في مركز نداء وبين فضاءات أنشطة جمعية التعاون الثقافي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة التي ترأسها، لكنها الآن وبسبب الحجر الصحي وحالة الطوارئ التي فرضها المغرب وقاية من انتشار فيروس كورونا جعلت من بيتها مكان عمل. باش يوصل لخدمته بارفو كيدير لي روطار. دابا الخدمه كتوصل بسرعه لانك كتخدمي غير بلي زيميل، كاينين دي جروب واتساب، كاين يعني سو دو سويت، دونك ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، شي حاجه اللي هي مجديه وغونطابل، يعني عندها مردوديه. تنقصوا من المصاريف كما تنقولوا، تنقصوا من المصاريف، ثانيا ترتاحوا، لانه من تخدم في الدار ما تيبقاش داك العناء، خصك تفيق بكري، خصك غادي يمشي عليك ترونسبور او خصك تسخن هادي او هادي، المهم ولات عندك الاريحيه في الاشتغال. أعلنت قطاعات حكومية كوزارتي الاقتصاد والمالية ومجلسي البرلمان خيار العمل عن بعد وإقرار نظام التناوب بين موظفي المرافق العامة، مع تمكين النساء الحوامل ومن يعاني أمراضا مزمنة من العمل المنزلي، لكنه إجراء يربطه خبراء بجودة أنظمة التواصل والتطور التكنولوجي. عندنا 50% في القطاع المغربي وخدمات، والإنتاجية و 50% من الإنتاج الوطني من المؤسسات اللي تقوم بخدمات. هذه الخدمات يسهل فيها التواصل بواسطة هذه الأساليب، فبالتالي تحافظ إلى حد ما على نسبة من الإنتاج. في الوقت نفسه يقول اقتصاديون أن تجربة العمل المنزلي أكثر مردودية في صفوف الموظفين في المرفق العام، لكنها محدودة الأثر في المهن الحرة والموسمية والقطاعات الاقتصادية غير المنظمة. عندي والدي كبار، حيت انا ما درتش هذا الشيء هذا، راه ما غاديش نقدر ندي لهم هما القفه ديالهم، نخليهم هما يخرجوا هما كبار. في الدار ما يمكنلكش تخدم، عندك الغبره، عندك بزاف الحوايج، ضروري الانسان معرض لهذا الخطر، خصو ضروري المصاريف ديالو اليوميه معاه. ويمثل القطاع الاقتصادي غير المنظم حوالي 21% من إجمالي الناتج المحلي، فيما يقل مستعملي شبكة الأنترنت في المغرب عن النصف بقليل، عوامل قد تحد وفق خبراء من جدوى العمل المنزلي. دارك وتعني إلزم بيتك شعار حملة شعبية وحكومية تواكب إجراءات حالة الطوارئ وحظر التجول، وتدعو كل من يستطيع العمل عن بعد بالبقاء بعيدا عن دائرة الخطر والعدوى من الوباء العالمي. فاطمة بوغنبور، الحرة، الرباط.